من جديد. على فكرة التبرعات هنفرد لها يعني قسم كبير من البرنامج، أرجوكم ما تقلقوش. صندوق دعم مصر 30-6-30-6 هنهتم بيه وهنوليه. أنا يعني شهدت مولد هذا الصندوق، وكنت يعني موجودة في كل التفاصيل الأولى منه، وبالتالي ده مش بس مبادرة سي بي سي، دي يعني فكرة يعني يمكن ظهرت هنا، لكن في النهاية هي أصبحت الآن ملك للشعب المصري. كل القنوات المصرية هتساعدنا في ذلك. امبارح خيري عمل باهر الحقيقة، وقدر ان هو يعني يقدر ان هو يجمع كل هذا حجم الأموال. أتمنى ان الناس يعني بعد دقائق قليلة هنكمل الأخبار، وبعد دقائق قليلة هنفتح التليفونات ونفتح الاسم اسس 922-37 كل تبرعاتكم. أتمنى بقى إنه كل تبرعات رجال الأعمال الكبار هذا صندوق لدعم الاقتصاد المصري في فترة حرجة وضيقة. ما بنقولش أبداً إن ده بديل للمعونة الأمريكية، أرجوكوا خلينا بس نركز ونفكر. ما بنقولش إن ده بديل للمعونة الأمريكية، المعونة الأمريكية اللي فاضلة معونة عسكرية، المعونة الاقتصادية ولا حاجة، 250 مليون دولار ولا حاجة، لا تؤثر يعني. فالمعونة العسكرية ده حقنا، سنوات طويلة من التعاون الاستراتيجي حقنا. نبقى نتخلص منها لما احنا نكون عايزين، لكن امريكا بتدي اسرائيل معونه وبتدينا معونه، هذا حق، عايزين نحس ان ده حقنا، مش لا جبايه ولا تجبي ولا اي حاجه. وما تقلقوش، هذه قضيه يعني ما اعتقدش ان فيها اي قطع المعونه، لكن الاموال دي لاسباب اخرى، ولا لان احنا عندنا ضائقه في فتره قصيره. وانا عارفه انه طبعا المعونات العربيه هتبقى موجوده، دي مش يعني احنا مش شحاته زي ما بيقولوا، هذا دعم الاقتصاد المصري اللي ادى ناس كتيره، وبالتالي هؤلاء عليهم ان يردوا الدعم للاقتصاد المصري. اما العمل الاقتصادي على الارض، اما التخطيط الاقتصادي، فلا يمكن ان يقوم على الدعم سواء من الشعب او من معونات عربيه، يجب ان يقوم على استثمار حقيقي، يجب ان يقوم على عمل حقيقي. كل ده لازم هيحصل، واحنا هندعم ده وهنقدم افكار كثيره لهذا الامر وهندعمه. لازم نتكلم عن اجراءات مهمه للدعم، لازم نتكلم على اجراءات مهمه، لازم كلنا هنستحمل مع بعض حاجات كتيره، وده طبيعي جدا. لكن خلونا نرجع ليه، هنفرد وقت طويل لهذه التبرعات، لكن نرجع لمحافظاتنا اللي احنا متوقعين منها كثير. بكره مراسلنا محمد عيطه، مراسلنا في المنوفيه، اخبار المنايفه ايه عيطه؟ يعني يا استاذه لميس، المنوفيه استيقظت اليوم على واقع اخبار محزنه، بالرغم من ان المنوفيه لم تشهد اي اشتباكات او اعمال عنف على مدار الايام الماضيه. احداث يعني في احداث هذه الموجة من الثورة، فإن المنوفية النهاردة استيقظت على واقع استشهاد 3 من ضباط الأمن في العريش، أصيبوا ليلة أمس وهم رقيب رمضان شرف. مش كده؟ دول منايفة. صحيح صحيح. وهم الرقيب رمضان شرف 35 سنة متزوج ولديه 3 بنات وولد، والرقيب تامر الشافعي 29 سنة، والمفروض ان هو كان هيتجوز في العيد القادم، واخيرا رمضان الجمل 40 سنة وله 3 اولاد. اقيمت جنازة عسكرية للشهداء الثلاثة امام مركز منوف ظهر اليوم، ومن ثم شيعت جنازاتهم الى مقرات الى قراهم. وكذلك لقى المجند محمود صبحي مصرعه، هو ايضا منوفي لكن هو لقى مصرعه امس في اشتباكات طنطا، وتم تشييع جنازته حوالي الساعه 6 مساء. ميدانيا هناك حاله يعني من الترقب بتسود الاجواء هنا في المنوفيه، وفي حاله من الترقب والحذر خشيه وقوع اي مصادمات او اشتباكات مع عناصر من الاخوان المسلمين. بكره اخباركم ايه يا عيطه؟ وانا عارفه ان المنايفه جدعان وهيسندوا جامد بكره. يعني منذ قليل كان في دعوات للاحتشاد على المنصة في هناك يعني عند ديوان عام المحافظة، وكذلك في يعني بعض السيارات بتحمل مكبرات صوت بتدعو الشباب والرجال والسيدات وكل الشعب المنوفية للتجمع بدءا من صباح الغد للمشاركة في فعاليات الشعبية المليونية غدا إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك محمد عيطة. المنوفية فقدت 3 من أبنائها،
تفتكروا ده هيعمل فيهم ايه؟ احنا طلعنا 5 6 ايام ما كانش فيه حاجه، كان الناس كلها بتحتفل، ليه لما انتوا تقرروا تحتشدوا يبقى فيه دم ويبقى فيه قتل ويبقى فيه موت ويبقى فيه حزن؟ ليه؟ ليه يبقى فيه حزن؟ يعني انا عايزاكم تقارنوا المشهدين، مشهد الفرح، مشهد الغنى، مشهد علم مصر اللي موجود، وقارنوا المشهد الثاني، مشهد علم القاعده الاسود، وشوش مكفهره، غضب، قتل، سحل، دماء، مولوتوف، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ انتوا مش هتقدروا تحكموا كده، لو رجع لكم مليون رئيس بعد كده، ازاي تقدروا تحكموا وانتوا قاتلين الناس؟ 3 في المنوفية ماتوا، تفتكروا دول هيبقوا منقفهم ايه بكرة؟ دول هيطلعوا غاضبين عليكو. عوض الغنام من بورسعيد، قولي يا عوض الاخبار ايه النهاردة؟ مساء الخير. اولا استاذ رميس، يا ليت مصر كلها كبورسعيد، الوضع هنا مختلف نسبيا وربما جذريا عن باقي محافظات مصر. اجواء الاحتفال بعزل مرسي ما زالت مستمرة حتى الان، والاستعداد والاعداد الاكبر سيكون غدا ان شاء الله. الإخوان وأنصار الرئيس المعزول غابوا عن المشهد تماما، غالبية قيادتهم تركوا بورسعيد أو غابوا عن المشهد البورسعيدي تماما. يعني هناك أيضا حالة توحد شديدة ما زالت مستمرة مع الجيش، صور السيسي تحمل فوق صدور الأطفال بجوار صور الزعيم عبد الناصر، وفي ذلك أستاذ رميس دلالة قوية على أن السيسي حينما جنح إلى مطالب الشعب هنا في بورسعيد بات زعيما يهتف أو تهتف الألسنة والأفئدة باسمه. أيضا عاد قطار العمل، عاد قطار الإنتاج إلى بورسعيد. حضرتك تعرفي أن بورسعيد دي مدينة تجارية بعشرات من المصانع، عشرات ايضا من العمال عادوا الى اعمالهم سواء الخاصه او في الاعمال العامه، اكثر من 16,000 موظف في دواوين الحكومه عادوا الى اعمالهم. بصفه عامه او ملخص الوضع هنا في بورسعيد حتى هذه اللحظه تؤكد انها مدينه تعيش حاله تاريخيه مزيحه بذلك سنوات الحزن اللي تسبب فيها الرئيسين الاسبق والسابق المعزول والمخلوع. هذا هو المشهد بصفة عامة، والاستعداد الأكبر سيكون غدا إن شاء الله للتظاهرة الأكبر اللي هتشهدها بورسعيد احتفالا بثورة 30 يونيو. إليك أستاذ رميس. أشكرك يا عوض، وهنرجع لك بكرة. والبورسعيدية دي منطقة محررة، بورسعيد دي منطقة محررة، بورسعيدية قالوا لأ للإرهاب، قالوا لأ للعنف، قالوا لأ للبلطجة، وهذه بورسعيد هنشهدها بكرة. محمد الصغير مراسل وطن في الأقصر، والأقصر كمان مدينة عايزة تعيش، مدينة عايزة بكرة، مدينة عايزة سياحة، مدينة عايزة الأجانب ييجوا، مش عايزة تخوفهم ولا تغطي التماثيل بالشمع. يا محمد. محمد. ألو مساء. أيوه يا محمد، أهلا بيك، اتفضل. أخبار الأقصر إيه بكرة؟ استعداداتكم إيه لبكرة يا محمد؟ أستاذ رميس، القوى الثورية والأحزاب بالأقصر دعت أبناء المحافظة للنزول إلى الشوارع والميادين غدا الأحد من أجل استكمال أهداف الثورة وللتأكيد على مطالبها ولدعم قرارات القوات المسلحة وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هذه الدعوات دائما ما تلقى صدى واسعا في الشارع الأقصري، حيث أن الأقصر انطلقت فيها شرارة الثورة الأولى منذ منتصف الشهر الماضي عندما اعتصم المئات أمام ديوان عام المحافظة الأقصر لرفض المهندس عادل الخياط وهو محافظ الجماعة الإسلامية. طبعا دي صور امبارح يا جماعه ميدو، لو سمحت يبقى دايما مكتوب ان دي صور، لا مكتوب كوبري 6 اكتوبر فقط، ارجو ان يكون مكتوب دايما ان دي صور الامس كي لا نفزع الناس، دي صور الامس. اتفضل اتفضل. ابناء الاقصر بالفعل نجحوا في منتصف الشهر الماضي في اسقاط المحافظ الجماعه الاسلاميه، ومن هنا فاعتصام الاقصر مستمر منذ 16 من الشهر الماضي وحتى يوم اليوم الثاني من هذا الشهر، وربما غدا تنزل الالاف الى شوارع الاقصر للمطالبه باستكمال اهداف الثوره. اشكرك محمد الصغير مراسل الوطن في الاقصر، ونذهب بقى نخرج من المشهد ده شويه ونذهب الى واشنطن حيث زميل صحفي عمرو جوهر، صحفي زميل في الولايات المتحده. عمرو مساء الخير. اولا انا معلوماتي ان في مظاهره الان من المصريين امام معرفش فين، امام سي ان ان ولا امام البيت الابيض، احتجاجا على يعني التغطيه الاعلاميه غير المتوازنه. مساء الخير استاذ لميس. اولا وفي فعلا مظاهره دلوقتي حالا قدام البيت الابيض تأييد للمجلس العسكري.
نعم. انا عايز في حاجات كتيره في النص ضايعه بين مصر وامريكا خصوصا في اليومين اللي فاتوا، لانه في كميه اشاعات جدا كبيره، فخليني اوضح شويه حقائق بشكل عام وبعد كده نتكلم مع بعض. اولا دايما في لوم انه رد فعل الامريكي رد فعل بطيء وبيجي متاخر دايما. انا شايف ان ده طبيعي لانه امريكا الرئيس الامريكي اضعف كتير من اي رئيس شرق الاوسط، لانه قراره ما بيقدرش ياخده بشكل منفرد، لازم يستنى تقارير من وزاره الدفاع، وزاره الخارجيه، مركز الابحاث في البيت الابيض، وبعدين ياخده قرار لانه ده واجهه امريكا في الاخر، هو ده موجود كصوره لامريكا، فبيطلع يعبر عن عن الاتفاق اللي حصل، ولذلك انه الامريكان ما بيقدروش يبقى رد الفعل، وخصوصا انه في مصر الاحداث سريعه جدا، يعني السنه الاخيره الاحداث بتجري ورا بعض بشكل لازم يبقى. طيب عشان وقتي بس يا عمرو، دلوقتي احنا فين من الكونجرس؟ الكونجرس وضعه ايه؟ انا شايفه ان في يعني ترحيب امريكي بالدكتور البرادعي كرئيس وزراء، قولي موقف الكونجرس، اخر موقف. احنا عارفين البيان اللي صدر من الكوميتي للفورين افيرز، وعارفين الموقف الرسمي، الوضع ايه دلوقتي؟ انا شايف انه يعني الناس مشجعه الخطوه اللي حصلت، وفي انتظار نتائج لتحقيق ديمقراطيه على الارض. هم عارفين انه الموضوع مش هيخلص في يوم وليله، ومنتظرين من الحكومه الجديده ومن المجلس العسكري ومن الناس المخلصين في مصر انهم يحققوا الديمقراطيه الحقيقيه. ده الموقف. ليه يا عمرو موقف الميديا الامريكيه مختلف كثيرا عن الموقف الرسمي؟ يعني الموقف الرسمي متحفظ، لم يقل انه انقلاب عسكري، بيحافظ على العلاقات الاستراتيجيه المصريه الامريكيه، لكن كل الصحف الاجنبيه كل الامريكيه معظمها، يعني معظمها الحقيقه عشان اكون دقيقه بس، منحاز للاخوان المسلمين، ويروا انها الشرعيه وشرعيه الصندوق هي شرعيه مقدسه. ده سؤال جدا مهم، لانه انا امبارح شفت في المظاهرات في مصر الناس حمله الاعلام الامريكي. اللي انا شفته على سي ان ان امبارح هم ناقلين قايلين حزب الحريه والعداله بين قوسين بيقولوا ده انقلاب عسكري. والكلام ليس لسي ان ان، الكلام نقلا عن وجهه نظر الاخوان المسلمين في مصر. وانا تقديري ان ده طبيعي، لانه دلوقتي اللي في المشهد الاخوان المسلمين، لانه هم اللي بينادوا المظاهرات وهم اللي بينادوا الحملات ياخدوا حقهم بالعنف بالدم بالكلام اللي كلنا سمعناه. يعني اليومين اللي قبل المظاهرات بتاعت الاخوان المسلمين تنزل الشوارع، كان وجهه النظر في الصحف الامريكيه هي وجهه نظر المظاهرات اللي بتحصل في مصر. انا شايف ده طبيعي. انا طب لا بس سؤالي، يعني امبارح العنف اللي كان موجود، يعني الاخوان جم للتحرير ليشتبكوا مع المتظاهرين السلميين، هم اللي كانوا بيضربوا الناس في اسكندريه، ده موضوع يعني ما فيهوش حتى نقاش. هل الصوره دي كانت منقوله بدقه؟ الصوره دي كانت موجوده وكانت واضحه، وانا سمعتها بنفسي اكتر من مره من مراسل سي ان ان، كان نقل الموضوع بشكل يعني واقعي، يعني نعم. في مظاهرات، في اشتباكات، قال الاخوان المسلمين هم نادوا بعنف، وقال اللي حصل، يعني اللي حضرتك بتقوليه ده انا شايفه يعني موزون. انا مش قادر استوعب يعني ليه المصريين حاملين حمله امريكا. انا مش بدافع عن امريكا، لكن انا يعني شايف انه في دعم صريح من الحكومه الامريكيه للي حصل في مصر. المفروض من المصريين في الفتره الجايه احنا بناخد معونه من امريكا، المعونه مش مهمه، احنا محتاجين الصناره دلوقتي وليس السمكه. في فرصة حقيقية لتعاون اقتصادي ضخم بين مصر وأمريكا. المفروض من المصريين دلوقتي يركزوا على النقطة دي، مش نعم. المعونة قد ما هو استثمارات حقيقية، مصالح طبعا بالتأكيد ونستحقها. بشكرك عمرو جوهر زميلنا الصحفي في الولايات المتحدة. النهاردة كان في سيل من البلاغات ضد قيادات الإخوان المسلمين، قدمها دكتور ممدوح حمزة وأمير سالم وعدد كبير من البلاغات. أيضا في تحقيق مستمر مع مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين، قال إنه ملوش أي علاقة بالجماعة خالص، وإن هو أنهى علاقته بيهم بعد ما يعني الدكتور بديع أصبح مرشد، ولا له أي علاقة. يا سبحان الله، ولا له علاقة بال 3000 قاضي اللي هيتشالوا، ولا له علاقة، ولا كان بيحضر ولا أي حاجة. المهم وجه النهارده بقناص أحد القناصين اللي بيقول إن هو أخذ تعليمات من قيادات الجماعة. خلونا نسمع التفاصيل من زميلنا يسري البدري مدير القسم الحوادث في المصري اليوم. يسري، إيه الأخبار عندك؟ أهلا بيك، اتفضل.
اهلا بحضرتك. هو بالفعل يظهر ان احنا اللي كنا اعضاء في غالبا يظهر ان احنا اللي كنا عايشين في مصر واعضاء وبندير مكتب الارشاد والاخوان المسلمين. والله اعترافات المرشد السابق التي يؤكد فيها انه لا علاقة له بالنشاط الدعوي ولا علاقة له بالاخوان المسلمين او المظاهرات التي اندلعت او التحريض على احداث العنف، كانت هي مسار التحقيقات التي دارت لمدة 7 ساعات متواصلة ومستمرة حتى هذه اللحظة عن طريق اعضاء من الهيئة القضائية انتقلوا بسبب الظروف الامنية الى السجون لسماع اقوال كل من تم القبض عليهم. تمت مواجهة السيد مهدي عاكف بعدة بلاغات مقدمة في واقعة مكتب الإرشاد تحديدا، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص أمام مكتب الإرشاد. الغريب أن التقارير الطبية في جميع الضحايا أن كل من قتل قتل بإصابة واحدة فقط، هي إما إصابة في الرأس أو إصابة في الصدر بطلقات نارية. إذن العشرات، هناك شخص مدرب، شخص قناص يقوم بقنص كل المتواجدين أمام مكتب الإرشاد. تم القبض على هذا الشخص، وهذا الشخص أرشد عن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كان يتلقى منهم التعليمات بإطلاق. هل في أسامي عندك يا يسري؟ بالفعل، هو الدكتور محمد بديع، السيد مهدي عاكف، خيرة الشاطر، جميع قيادات مكتب الإرشاد التي كانت متواجدة مسالمين الحياة سلمية سلمية سلمية، هو بس بيدوا أوامر بالقتل بس. أيوة يا يسري، هذا احنا ممكن بعد شهر نكون احنا اللي ادينا هذه الاوامر غالبا احنا وفقا لاعترافات المرشد السابق. لكن هناك اجهزه قضائيه الان تباشر تحقيقاتها، نحن لا نتدخل في الاجهزه القضائيه خالص ولا اي قرارات تصدر من النيابه العامه. بالامس كان هناك تحقيق مع الدكتور سعد الكتاتني داخل سجن ملحق المزرعة المودع به كل رموز النظام الحالي من جماعات الإخوان المسلمين، وأيضا أنكر علاقتي بواقعة قتل المتظاهرين وأنكر علاقتي بالحشد لأي مظاهرات، وقال أنه رئيسا لحزب الحرية والعدالة، رغم أنه المسؤول، هذا الرئيس مسؤول عن أي دعوات تخرج عن حزب الحرية والعدالة، إلا أنه أنكر علاقتي بهذا. النيابة العامة رأت أن الأدلة غير كافية وأخلت سبيله في هذه القضية، لكن هناك تحقيقات في بلاغات أخرى تتم الآن مع السيد مهدي عاكف والسيد رشاد بيومي والسيد خيرة الشاطر والسيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، كلها تحقيقات. إذا كانت هناك قرارات من النيابة صدرت بإخلاء السبيل، فهناك قرارات بالفعل صدرت بحبس كل من حلم الجزار ومحمد العمدة بحبس 15 يوم على ذمة التحقيق. يسري، قولي على المفاجأة مدير أمن الجيزة، نائب مدير الأمن الوطني ومدير أمن الجيزة، هذه التحقيقات بالذات الأمن الوطني. وأنا أذكر القصة اللي أنت انفردت بيها وكانت منشأة المصري يوم، قصة اللي احنا مرفوع أنا وأنت علينا فيها بلاغات، اللي هي المحادثات الهاتفية بين قيادات الإخوان وجماعة حماس. البلاغ اللي اتحرك ضد حضرتك في 24 ساعة وتم تحقيقه في عهد المستشار الراحل طلعت عبد الله. هو بالفعل اللواء محمد ابراهيم في خطوه لاعاده تصحيح المسار داخل وزاره الداخليه قرر نقل اللواء احمد عبد الجواد. اللواء احمد عبد الجواد هو المسؤول عن متابعه النشاط الديني او النشاط المتطرف في قطاع الامن الوطني الى ديوان عام الوزاره، وذلك وفقا لمصادر قضائيه اكدت ان هذا القرار الصادر من اللواء محمد ابراهيم بمثابه اقاله للواء عبد الجواد. سبب هذه الاقاله فسرتها مصادر بشكل واضح للمصري اليوم بأن هذا اللواء كان مستبعد من قطاع الأمن الوطني أو قطاع أمن الدولة المنحل لمدة 12 عام متواصلة. عندما جاء جماعة الإخوان المسلمين إلى حكم البلاد أتوا بهذا اللواء، وأن هذا اللواء كان يسرب معلومات وكان يقدم تقارير إلى السيد خيرة الشاطر وبعض قيادات، وهو معروف لدى جميع ضباط قطاع الأمن الوطني بعلاقته الدكتور محمد مرسي شخصيا والسيد المهندس خيرة الشاطر. هل في اي علاقه بين هذا الرجل او من يعني هذه التسريبات ومقتل الراحل ابو شقره؟ والله لا اعتقد ان هناك رابط، ولكن اعتقد ان هناك ملفات بالفعل سلمت عن طريق هذا اللواء الى قيادات الاخوان المسلمين. هذه الملفات تتعلق بقضايا التي كان يحاكم بها جماعة الإخوان المسلمين وقت ما كانت محظورة. هذه الملفات سلمت بالفعل إليهم ليتصرفوا فيها كيفما يشاء. والمكالمات يا يسري، المكالمات بقى
والله احنا قدمنا بلاغه مدام لميس على المكالمات دي لغايه اللي بين الاخوان وحماس. لغايه هذه اللحظه قدمنا بلاغ ما شفناش. النائب العام السابق قال لنا تعالوا قولوا اقوالكم في البلاغ، في حين ان البلاغات اللي اتقدمت ضدنا وضد حضرتك في 24 ساعه اتحركت. احنا عايزين احنا ده بعد الطلب لضبط واحضار يا اخي. ما احنا في 24 ساعه كانت بتصدر القرارات لينا، لكن احنا لما نقدم بلاغ ونقول ان احنا عندنا مستندات ونقدمها للاجهزه الامنيه تقول للاجهزه القضائيه، الاجهزه القضائيه ما تردش علينا لغايه هذه اللحظه. بشكرك يسري البدري رئيس قسم الحوادث في جريده المصري اليوم، الاستاذ امير سالم المحامي. مساء الخير يا استاذ امير، اهلا بيك. وايه البلاغات اللي تقدمت بيها النهارده؟ ازيك يا دكتورة؟ اهلا بيك، اهلا بيك، ومبروك لمصر وليكي مبروك عليك. والقضية اللي انتوا عملتوها قضية مستشار محجوب الحقيقة كانت دعامة في دعامات هذه الثورة. الله يكرمك. بصي حضرتك، يعني نتيجة خلاصة قضية الهروب من سجن وادي النطرون وسجون أخرى، الشغل اللي اتعمل في قضية جنح مستأنف الإسماعيلية، الملفات اللي انا قدمتها، التقارير، الادله، الاثباتات، ما جاء في اقوال بعد ذلك، الشهود الى اخره، انا كل ده نتيجه انه جهد يعني الواحد ما يقدرش بقى بعد كده يتركه بعد ما صدر حكم محكمه المستأنف الاسماعيليه والمستشار الجميل خالد محبوب وزملائه وحتى عضو النيابه. كل ده انا حصرته في بلاغ وتقدمت بيه النهارده صباحا لمكتب النائب العام، وفور الاطلاع على البلاغ، لانه النيابه اصلا كانت طلبت ملف قضيه مستأنف الاسماعيليه، فور تقديمي للبلاغ واطلاعهم عليه بمكتب النائب العام احالوه فورا الى نيابه امن الدوله العليا. والمفروض ان انا بكره باذن الله صباحا هروح للنيابة بحيث انه الموضوع في خلاصته. بتتهمهم بايه في هذا البلاغ يا استاذ امير؟ اولا التخابر مع جهات اجنبية اللي هي ثبتت في التحقيقات وشهادة اللواء المرحوم عمر سليمان في تحقيقات النيابة وشهادته امام محكمة مبارك. الاثباتات عبر افلام وموثقه ومصوره صوت وصوره بوجودهم في السجن وهروبهم من السجن، ثم بعد ذلك ما تبين من اتفاقات بين الاخوان اترصدت في اتصالات تليفونيه يومي 25 26 و27 يناير. نعم. 2011 بيطلبوا مساعده حماس وكتائب القسام لاقتحام الحدود المصرية، ثم بعد ذلك اقتحام البلاد الى اقتحام السجون وتهريب بالتحديد كل سجناء الجماعات الجهادية الاسلامية بما فيهم ال 34 بتوع الاخوان المسلمين مكتب الارشاد. نعم. وعلى رأسهم محمد مرسي. ودي يعني دي الحكم بيبقى فيها ايه، او يعني العقوبة فيها ايه حضرتك؟ التخابر زائد التآمر على ادخال قوات عسكرية مسلحة لاقتحام الحدود، ثم طبعا من رفح لغاية العريش مرورا بالشيخ زويد قتلوا عشرات ودمروا المباني وهاجموا بالمدفعية الثقيلة بشكل متواصل لم يتوقف منذ يناير 2011 لغاية النهاردة. معسكر الامن المركزي عقوبتها ايه بس يا استاذ امير عشان الوقت بعد اذن حضرتك؟ العقوبة. نعم فنم. العقوبة بتاعت التخابر ايه؟ لا حضرتك، ده طبقا لقانون العقوبات دي جريمة الغدر، جريمة الخيانة الوطنية، التخابر، التآمر على انقلاب داخلي في البلاد، دي جريمتها من الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاعدام. وانا بوعد الشعب المصري بانه بمنتهى الثقة والطمأنينة هذا التشكيل العصابي المسلح السري اللي ليه ارتباطات اقليمية ودولية متآمرة على مصر وعلى مصالحها ومرتبطة بالموساد الاسرائيلي، وهذا الكلام والله العظيم ما فيه اي مبالغة. نعم. هذه هي الحقيقة الخالصة. نعم. الناس دي باذن الله بمحاكمة عادلة في اطار دولة القانون
من الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الإعدام. أشكرك أستاذ أمير سالم المحامي اللي يعني كان موجود في طبعا هيئة الدفاع في قضية وادي النطرون، وأيضا قد تقدم ببلاغات عديدة اليوم الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي الكبير، نسمع منه تفاصيل هذه البلاغات. دكتور حمزة مساء الخير. مساء النور يا فندم. هو البلاغ الاول تقريبا مطابق لبلاغ اللي قاله امير دلوقتي. ايوه بس انا اسست فيه على جلب عناصر اجنبيه مسلحه لقتل المصريين واحداث الفوضى وترويعهم. ده ملخصه. البلاغ الثاني هو ان كونت عصابه من 3-4 محاميين للتعامل مع بعض رموز نظام مبارك عشان يسووا معاهم لاموال مش تروح الدوله. انا موافق على التسويه، دي حاجه عظيمه طبعا ومصلحه، انما اموال تخش خزينه الاخوان. زائد اهدار المال العام في مبلغ 650 مليون جنيه. دي القضيه الثانيه. القضيه الثالثه لا اقف عند القضيه دي يا دكتور. مين الاسامي اللي في هذه القضيه؟ سليم العوا وعصام سلطان ومحسوب وسعيد الشيخه وسعيد شيخه ومرسي. ده اهدار مال عام والترفع والتربيح طبقا لقانون العقوبات. دي قضيه مهمه جدا. بكره في قضيتين، واحده خيانه عظمى والثانيه قضيه خاصه بتهريب وثائق امنيه وحضاريه وتاريخيه. حضرتك لو تلاحظي ان مرسي سافر كتير جدا السنه اللي فاتت في الفتره اللي كان فيها رئيس، وسفريات ما كان لهاش معنى، وبعض هذه السفريات كانت في الطياره بتقف في النص ترانزيت. احنا بنقول للنائب العام يبحث ما كانت تحمله هذه الطائره من مستندات يا ساتر لتهريبها لخارج مصر. ونرجو ان برضه مصلحه الوثائق او هيئه الوثائق تقول ايه اللي كان بيتاخد منها وايه اللي طلع الطياره، الطيارين يقولوا لنا واللي مسكونه على الطياره وكانت بتنزل فين في الخارج. دي قضيتين بكره. طيب. بس انا عندي موضوعين مهمين جدا. اتفضل لو نعلي الصوت بس يا جماعه انا مش سامع الدكتور كويس. اتفضل يا دكتور. في موضوعين او ثلاثه احب اقولهم لك بسرعه. اتفضل يا دكتور. في واحد اسمه فتحي راشد في وزاره الاعلام. ايوه. التقى النهارده بمندوب من عند صلاح عبد المقصود في ساندي مول في كارفور وسلموا مستندات من الوزاره. وبعض المستندات الاخرى تم فرمها ويسال عن ذلك فراشين مكتب الوزير. نعم. في نفس الوقت تم اصدار امر بتحرك سيارتين للبث المباشر، الاولانيه اتعطلت والثانيه حاليا موجوده عربيه بالظبط كده، وده انا كنت هتكلم فيه. طب اتفضل يا دكتور. العربيه دي موجوده حاليا في رابعه العدويه بتبث قناه الجزيره والقدس، يعني بيهنونا بفلوسنا وبمعداتنا. النقطة الثانية ان في واحد اسمه خالد الخولي كلف من الوزير السابق بمراقبتك حضرتك وائل ابراشي وخيري رمضان، وهو عامل تيم لمراقبتكم وتوصيل كل تحركاتكم، اما ليه هو شخصية خالد الخولي، وان لم يتمكن فتوصلها لمكتب خيرة الشرطة. بس ده مراقب خيبان قوي، لانه امبارح قال ان انا وعمرو كنا في المطار وشايفيننا في مطار طالعين تركيا، احنا كنا عند اصحابنا. ما مش لازم. ده مراقب خيبان قوي. قوي. النقطة الثانية، النقطة الأخيرة عشان ما أطولش على حضرتك. اتفضل يا دكتور. تم محاصرة كنيسة الطبيعية في محافظة الأقصر، وقيل عن قتل بعض الأقباط، وفي محاصرة تم دلوقتي والصور جاية لي على النت من صفوة سمعان اللي هو مواطنون بلا حدود من الأقصر. وأشكرك جدا يا أستاذة لأني. أشكرك يا دكتور وبشكر مجهودك الحقيقة في كل مجال، يعني الحقيقة بشكرك، وأكيد لازم نستفيد بخبرتك في المرحلة القادمة الهندسية بالذات. يعني عايز أكلمكم على موضوع سرقة سيارة البث المباشر دي والبث الخارجي، وده بالفعل تم تحرير بيه محاضر. يا جماعة آدي صورة رابعة، لو تسألوا هي الصورة دي منقولة كده إزاي؟ ببساطة لأن أهم سيارات البث المباشر أو البث الخارجي في عربيتين مسروقين، سيارة البث المباشر اللي احنا كنا بنشتغل بيها في الناين لايف لما كنا او الحاجات الكبيرة اللي كانت بتتنقل بيها دي عربية ديجيتال، دي عربية فيها
او اتش دي كمان، شباب بيقولوا لي اللي اشتغلوا عليها هم معايا، اتش دي عربيه فيها اعلى الامكانيات، دي عربيه فيها انك تتوصل بيها بالاقمار الصناعيه، وعشان كده وبيقطعوا بقى من ميديوم شوتس لوايد شوتس للكلام ده كله، عندهم 6 كاميرات داخل هذه السياره. اللي حصل ان التلفزيون المصري دايما بيطلع يغطي المظاهرات كلها، وطبعا سياده وزير الاعلام مش عايزه اقول ايه، المهم يعني طلع العربية الأفضل لمنطقة رابعة، وده كان وقتها لسه في عهد مرسي، فطلع العربية الأفضل لمنطقة رابعة. لما طلعها عملوا إيه؟ لما حصل أحداث 30 يونيو فجروا عجل العربية عشان العربية ما تقدرش تتحرك، دي عربية غالية جدا، دي هذه سيارة بملايين، دي عربية من فلوسنا كلنا، فلوس الضرائب، من فلوسنا اللي احنا بندفعها، والناس اللي في التلفزيون المصري اللي مش عارفين يقبضوا مرتباتهم، دي عربية من فلوس الناس. مهم، السيارة دي عملوا فجروا إطارات السيارة، طردوا المهندسين العاملين اللي هم من وحدة البث الخارجي، الكرو اللي بيشتغل عليها طردوهم، و جلبوهم الفنيين الخاصين بيهم. الفنيين لحسن تفتكروا عندهم فنيين، ما كانوا بيعملوا 25 وما كانش بيعرفوا يعملوا حاجة. الفنيين دول في الغالب، ويعني أنا مش على يقين لكن لدي معلومة، أنهم مستعينين بطاقم هندسي وطاقم تصوير من محطة إخبارية شقيقة، اكيد انتوا عارفينها، بس عشان اكون دقيقه هذه انباء لسه لم اتاكد منها، ما حدش يقدر يعرف مين اللي بيشتغل على العربيه دي، لكن في النهايه غالبا هي محطه شقيقه ارسلت لهم طاقم العمل الخاص بها عشان يشغل العربيه دي. تكنيكلي العربيه دي يعني رفيعه المستوى بالفعل، الناس الكرو تم تحرير محضر في اعتقد اسم مدينه ناصر، والمحضر له نمره، والناس جابوا لنا هذه المعلومه، المهندس حرر محضر، واحنا اتصلنا بمدير عام التبادل الاخباري وتاكدنا من كل هذه المعلومات. اذا سياره البث المباشر وحده خارجيه، يعني عربه اذاعه خارجيه تابعه للتلفزيون المصري، ووحده بث اس ان جي تابعين، يعني عربيتين، اذاعه خارجيه ووحده اس ان جي تابعه للتلفزيون المصري، ممكن يكونوا الاثنين في عربيه واحده. بيعملوا ايه بقى؟ بيبثوا بقى، يقدروا يربطوا على، بيقدروا ان هم يبثوا على اي ساتلايت، يربطوا باي ساتلايت. وعلى فكره احنا بناخد الصور من عندهم، اللي بناخد الصور لان احنا لا نستطيع، عشان الناس اللي اتكلمت على التعتيم الاعلامي بالامس، يا جماعه نحن لا نستطيع ادخال، احنا حاولنا ادخال كاميرات في منطقه رابعه لكن رفضت كاميراتنا كل الكاميرات رفضت، وفقط الكاميرات الاجنبيه، فقط الكاميرات التابعه للجزيره، وطبعا وحده البث الخارجي الجزيره مباشر، طبعا وحده البث الخارجي الجزيره كلها بتاخد من مكان واحد، وحده البث الخارجي دي بقى هي دي اللي بتقدر تديك تعمل ستريتشنج للصوره، يعني لو انت متخيل الصوره بتعملها ستريتشنج، في تكنيك يخلي الصوره شكلها كبير او الصوره شكلها صغير او الصوره شكلها عامل ازاي، ده تكنيك موجود في سيارات البث وموجود في هذه السيارات، وهو يقدر يلعب فيه، ومش موجود الناس ما بيعملوش، لكن طبعا ممكن يعمل سبيشال ايفكتس ويعمل ستريتشنج للصوره زي ما انتم شايفينها كده. ما تخافوش ما تخافوش، لكن هذا استيلاء على اموال عامه مش بتاعتكم، دي مش، ما تروحوا تجيبوا، ما انتوا عندكم فلوس قد كده، ما تروحوا تأجروا سياره بس خارجي، ما عندك مليون اس ان جي في البلد تروح تأجرها، لو حد عرف رضي يأجر لك، لكن انت عايز تستولي كله بالاستيلاء، انت غصبتنا على الدستور، عايز تستولي على الحكم، عايز تستولي على القضاء، عايز تستولي على الاعلام، وعايز تستولي كل ده، والانتخابات كانت استيلاء، كل ده غزو، كل ده استيلاء، وكل ده بالغصب، لكن الشعب المصري ما بيتغصبش على شيء، والبلد دي ما بتتغصبش على شيء. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نفتح باب دعم مصر. يعني الحمد لله، الاول الف مبروك لينا كلنا على الانجاز اللي وصلنا له والانتصار اللي احنا حققناه. الخروج الحمد لله صحيح، يمكن لاول مره ابقى زعلان اني خارج متاخر لاني ما حضرتش معاهم وعملوها من غيري، لكن الحمد لله اننا وصلنا لكده، والاهم اننا نفضل مكملين لحد ما نكمل كل الحاجات على الارض. اولا نحقق اهدافنا كلها بلا استثناء، ثانيا نبدا نبني بقى، عشان احنا اتاخرنا كتير قوي على البنى بسبب المعوقات الكتير اللي فاتت. ان شاء الله على يقين ان ثورتنا هننتصر بجد
على الارض ونحتفل بانتصارنا ده قريب قوي، وان شاء الله برضو على يقين اننا هنبدا بنا بسرعه، لان المصريين اللي قاعدين يضربوا امثله كل يوم اكتر من التاني بيحبوا البلد دي قوي، فهيبنوها مع بعض كلهم من غير تصنيفات بقى، نخلص من الهم والقرف بتاع التصنيفات ده، ومن غير مين مع مين ومين ضد مين. المفروض دلوقتي نبقى معسكر واحد، ومش بس القوى الثورية حتى، وده المفروض الخطاب اللي أنا بقول لشبابنا وأصدقائنا ورفاقنا كلهم يتبنوه من اللحظة دي، حتى القوى الإسلامية بلا استثناء وعلى رأسهم الإخوان المسلمين يبقوا جزء من البنى ويبقوا جزء من استكمال مسيرتنا، لأن هم في النهاية جزء من البلد، ما عدا بس اللي تورط في دم في حق البلد دي، من الإخوان من غير الإخوان من الفلول من أيا كان، كل اللي تورط في دم لازم يتحاسب عشان نقدر نبني كلنا مع بعض، ما بقاش أنا عندي طار مع حد ولا حد عنده طار معي. طيب عايزين نطمن الناس، خروجك تم إزاي؟ هل تم بكفالة ولا تم براءة؟ لا، هي المحكمة النهاردة كانت جلسة محكمة يعني بعد قرار الإحالة في قضية أحداث المقطم النهاردة، النيابة طلب يعني لم تطلب النيابة توقيع أي عقوبة، وقالت ما تراه المحكمة، يعني النيابة تطلب ما تراه المحكمة، ثابت الأمر للمحكمة، وهيئة المحكمة قررت إخلاء سبيل بدون أي ضمانات على إطلاق، لأن الموضوع خلاص يعني هو اللي كان مقعدنا طلعت عبد الله النائب العام السابق، وكان يعني تعنت بشكل شخصي، حتى كان في تجاوز للقانون، وكان في حتى تزوير لقرار الإحالة نفسه، ودي المفروض ان احنا ناخد اجراءاتنا القانونية فيها، وكنا المفروض ناخد اجراءات كتير كده، لكن الناس يعني استكملوا مسيرة اللحمة اللي حاصلة في اليومين دول بين الثورة والشرطة وغيرها، فالاجراءات يعني بتنتهي ان شاء الله خلال ساعة بالكتير نكون بره. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك يا رب، الله يبارك فيك، اشكرك.